في الجانب اليمين مش هيبقى فيه مشكلة قوي، لان انت عندك المسلوسي بنسبة كبيرة وافق على عرض اللي الزمالك عرضه عليه، الزمالك عرض عرض على حمزة المسلوسي، وبنسبة كبيرة المسلوسي وافق على العرض ده، والزمالك والمسلوسي في تقارب ان المسلوسي يكون موجود الموسم اللي جاي في الزمالك. فحمزة المسلوسي بنسبة كبيرة موجود مع عودة احمد عيد لاعب الزمالك المعار لإنبي، اعتقد نادي الزمالك هيستكفى بيهم. في الناحية الشمال عندك مشكلة، ايه هي المشكلة اللي في الناحية الشمال؟ مفيش الا فتوح، عبد الله جمعة بنسبة كبيرة ممكن يطلع إعارة أو بيع، محمد عبد الشافي، ودي كانت الصدمة إن محمد عبد الشافي خلاص هيعلن اعتزاله هذا الموسم، شيفو مش هيبقى موجود هذا الموسم. ومحمد عبد الشافي عاوز أوجه له كلمة يعني، وعاوز أقول له أنت أعظم لاعب شفتك العشرين سنة الأخيرة في نادي الزمالك. شيكابالا أسطورة، وشيكابالا لعيب يعني قريب لقلبي قوي، ولكن عندي محمد عبد الشافي في مكانة تانية، في حتة تانية. محمد عبد الشافي بعشقه. طبعا عبد الشافي هيعتزل، الإصابات المتكررة مخلية محمد عبد الشافي برضو بعيد شوية عن الاستمرار الموسم القادم في نادي الزمالك. فالزمالك حاطط عينه على اتنين لعيبة باك شمال، حاطط عينه على اتنين لعيبة باك شمال. رقم واحد عشان سنه صغير، محمد حمدي لعيب انبي لسه صغير، يعتبر من ناشئين انبي. محمد حمدي مش محمد حمدي بتاع بيراميدز، لا، محمد حمدي بتاع انبي، ده حاجة وده حاجة، والاتنين باك شمال برضه. فالزمالك حاطط عينه على محمد حمدي الباك الشمال بتاع انبي، زائد مروان داوود. برضه مروان بيلعب في انبي والزمالك حاطط عينه عليه، ولكن مروان داوود من ساعة ما جات له الإصابة، جات له رباط صليبي وخلت مروان داوود يبعد فترة عن الملاعب، فممكن بنسبة كبيرة مروان داوود يعني مرجعش للمستوى بتاعه لما كان مع كارلوس كيروش في البطولة العربية وتألق وجاب جون وعمل أداء حلو قوي قوي مع منتخب مصر مع كارلوس كيروش. فالجانب الشمال بتاع نادي الزمالك يا حمدي يا مروان داوود. طيب بالنسبة لخط الدفاع، ان شاء الله الونش راجع من الإصابة، والونش ده مكانه، ولكن الونش هياخد وقت، فانت محتاج تأمن الجانب الخلفي بشكل محترم. يعني في اتنين لعيبة، في اتنين لعيبة من فاركو الزمالك حاطط عينه عليه. رقم واحد هو لعيب بيتم ذكر اسمه كل موسم وفعلا بيبقى فيه مفاوضات وما بيجيش، فعلا بيبقى فيه مفاوضات وما بيجيش. من هو؟ من هو؟ عبد الله بكري لاعب فاركو، مساك من اللعيبه اللي لعبت كتير في الدوري وعندهم خبرات ولعيب مش وحش، فالزمالك حاطط عينه على عبد الله بكري. اللعيب التاني اللي كان في الزمالك ومشي ياسين مرعي من ناشئين نادي الزمالك. فنادي فاركو بالنسبه لياسين مرعي، يعني نادي فاركو كان مستعار ياسين مرعي من الزمالك، وكان في بند تفعيل شراء 6 مليون جنيه، ففاركو الموسم اللي فات بعت للزمالك 6 مليون وفعل شراء ياسين مرعي. فنادي فاركو قال للزمالك لو عاوز ياسين مرعي هات 7 مليون ومحمود شبانه، ورجع لك ياسين مرعي. هات 7 مليون ومحمود شبانه ورجع لك ياسين مرعي. حلو حلو. عبد الله بكري ممكن يدخل في صفقه تبادليه مع مصطفى الزنيري، لان مدافع بمدافع وممكن يبقى فيه شويه فلوس الزمالك يدفعه. فاللعيب الاول من فاركو هو ياسين مرعي، واللعيب الثاني من فاركو هو عبد الله بكري. حلو حلو. طيب نرفع رتم اللايك والشير ونشوف اللعيب الثالث، هنجيله دلوقتي، ولكن خلونا في الدفاع. فياسين مرعي مرشح، عبد الله بكري مرشح مع عوده محمود علاء. محمود علاء راجع للزمالك الموسم الجديد خلاص بشكل نهائي، ونادي الزمالك بلغ محمود علاء بالعودة خلاص الموسم القادم. بالمناسبة محمود علاء زيه زي محمد صبحي وزي فتوح، عقده بينتهي الموسم اللي جاي، فالزمالك هيكون عنده 3 لعيبة مهمين جدا لازم يجدد معاهم. واحنا بنتكلم الفترة دي محمود علاء
محمد صبحي واحمد فتوح. تلات لعيبه دول عقدهم بينتهي الموسم الجاي، يعني في يناير يوقعوا لاي نادي فري، يوقعوا لاي نادي فري. غير طبعا حاتم سكر اللي موجود باك شمال، ولكن الزمالك عاوز يجيب اكتر من لاعب، يعني تجنبا للاصابات للايقافات للكلام اللي احنا عارفينه. فيبقى كده اتنين لعيبه من فاركو، ياسين مرعي وعبد الله بكري، مع عوده محمود علاء من الاتحاد. تعالوا بقى نشوف اللعيب الثالث مين من فاركو. كلكم طبعا عارفين، مش محتاج اكتبه، وهو نجم منتخب مصر ومن افضل اللعيبه في مكانه في الدوري، وهو محمود حماده. ده اللعيب الثالث، ده اللعيب الثالث. الزمالك شبه انهى كل الاتفاقات مع محمود حماده مع اللعيب، انما لسه الزمالك ما تكلمش مع فاركو. وبنسبة كبيرة نادي الزمالك اول ما يخلص موضوع الفلوس ويفتح الحساب في البريد، اعتقد ان الزمالك هيخلص، هيكون اول لعيب هيخلص، لان الزمالك حاطط في حساباته محمود حمادة لازم يخلص قبل البطولة العربية، لازم يخلص قبل البطولة العربية. محمود حمادة من اللعيبة الممتازة، هو بس عيبه عنده 29 سنة، ولكن ممكن يديك سنتين تلاتة مرتاح. يعني طارق حامد اهو دلوقتي مع اتحاد جدة 34 سنة ومستواه كويس. فده اللعيب الثالث من فاركو. فاركو السنة دي نهاية الموسم يعني هيحصل ما بينه وما بين الزمالك اكتر من صفقة تبادلية. يعني فاركو اكتر نادي هيحصل ما بينه وما بين الزمالك صفقات تبادلية، لان فاركو محتاج لعيبة كتيرة من الزمالك. ليه؟ لان فاركو كان موقوف القيد، ففاركو محتاج اكتر من لاعب، يعني من الزمالك. ممكن عمرو السيسي، ممكن الزناري، عمر جابر، محمود شبانه، ففي لعيبه كتيره من فاركو ممكن تكون، او من الزمالك سوري، تكون في فاركو الموسم الجديد. فهيبقى في صفقه تبادليه ضخمه ما بين الزمالك وفاركو في نهايه هذا الموسم، واتمنى ان الزمالك ينجز في الصفقات بتاعته شويه ويحاول يخلص الصفقات بتاعته شويه. بالمناسبه بكره في مباراه مع الزمالك امام منتخب اليمن على استاد عبد اللطيف ابو رجيله الساعه 5:30 العصر. اوسوريو هيجرب اكتر من لاعب، اللعيبه لما بتلعبش، اللعيبه اللي بعيد عاوز يبص عليها. واوسوريو الفتره اللي جايه اتكلم مع الجهاز الاداري بحيث يوفروا له اكتر من مباراه وديه عشان خاطر يشوف اللعيبه ويبدا يشوف مين اللي قاعد ومين اللي ماشي، لان الدوري فاضل له 4-5 ماتشات، فممكن ما يقدرش يحكم على اللعيبه. فهو عاوز يعمل ما بين كل ماتش وماتش، عاوز يعمل ماتشات وديه، وفتره التوقف اللي هي بعد ماتش الاتحاد، الزمالك عنده الاتحاد يوم الاثنين، عندك فتره توقف طويله عشان منتخب مصر. فبنسبه كبيره الفتره دي هيبقى فيها اكتر من مباراه وديه، بحيث اوسوريو يقدر انه يعني يشوف المستوى بتاع اللعيبه، ويشوف اللعيبه بتاعه نادي الزمالك مين اللي قاعد مين اللي ماشي، يقف على مستوى كل لاعب. فبكره مباراه الزمالك مع منتخب اليمن. تعالوا بقى نختم بلعيب مهم بدا الزمالك يفتح خطوط اتصال معاه، ولعيب الزمالك ما جابوش السنه اللي فاتت، وهو وحش نادي الوداد يحيى جبران. الزمالك بدأ يفكر في إعادة يا فتح خطوط اتصال مع يحيى جبران لاعب الوداد. يحيى جبران المعلومة اللي هقولها لكم دي مش متأكد منها، المعلومة اللي هقولها لكم مش متأكد منها. يحيى جبران جدد سنة واحدة بس مع الوداد، فاللي هي السنة دي. فإذا يحيى جبران فري الموسم الجاي. فاذا صحت المعلومة دي اعتقد ان يحيى جبران هيكون تارجت قوي جدا للزمالك، انه هياخد اللعيب فري ومش هيدفع فلوس لنادي الزمالك. حلو. ده بالنسبة ليحيى جبران اللي الزمالك بدأ انه يفتح خطوط اتصال معاه. وفي كلام ان نادي الزمالك عاوز يتكلم مع اللعيب وهو هنا في القاهرة وهو بيلعب ماتش الذهاب،
في كلام ان الزمالك عاوز يتكلم ويفاتح اللعيب في خطوط الاتصال والمفاوضات، وهو هنا موجود بيلعب ماتش الذهاب اللي امام الاهلي، اللي اكيد طبعا بنتمنى توفيق لنادي الوداد المغربي الشقيق. اتمنى يحيى جبران يكون موجود لاعبا في نادي الزمالك الموسم القادم مع محمود حماده، مع عوده حمدي علاء من البنك الاهلي. اعتقد اني ان شاء الله خط وسط نادي الزمالك يتظبط الموسم اللي جاي، ويا سلام لو امام عاشور المفاوضات نجحت اني نستعير امام عاشور موسم من نادي ميتلاند الدنماركي.